لا ابدا، ولا احنا هنفلسف الامور ليه يا عم؟ الموضوع بسيط، هو امتحان. انا اديت لك ماده علميه خلال 6 7 اسابيع وبامتحنك فيها. ولا الهدف من الامتحان على فكره ان انا بقيم الطالب دوت استوعب اللي انا قلته له ولا لا. تمام، اديت لك تمام. ماده علميه فبحاسبك عليها عشان تنجح ان شاء الله في الماده وتعدي وتروح للليفل الاعلى. بس الامور تمام. بسيطه جدا، لكن في تفصيله صغيره اللي هي حته ان انا احل بطريقه اسرع او لا، دي بتفرق ما بين، يعني دي بقى حاجه انترنالي جوه ما بين الطلبه وبعضها. في واحد اسرع من التاني، في واحد بياخد وقت شويه، في واحد توتره بيبقى غالب عليه لدرجه انه ممكن يبقى، يعني انا في اللجان مثلا لما كنت بعدي بصراحه انا كنت بحس طلبه عماله تبص يمين وشمال. طب ما ده تضييع وقت يا ابني، يا ابني ركز في ورقتك. والله الله اعلم بقى، ما اعرفش هو قلقان. وبرضه اقول لكم على حاجه، حته الوقت من ضمن، احنا انا هكون امين معاك والصراحه برضه، حته الوقت يا اولاد هو مش الامتحان طويل، لا لا لا، هو الوقت على القد بالظبط، وده هدف مقصود في كل امتحانات الام سي كيو. اعرفوا القاعده دي يا اولاد، لازم امتحان الام سي كيو يبقى الامتحان على القد. ليه؟ ليه؟ انا هفترض معاك يا اولاد ان كل اللي قاعدين بيسمعوني يا عم كلكم ما شاء الله عليكم، يعني زي الفل وما بتغشوش، بس في غيركم بيغش، في غيركم على فكره، في طلبه غيركم لا ذاكر ولا تعب زيك ولا عمل اي حاجه، ممكن يغش الامتحان كله، مش محتاج اكتر من 5 دقائق، مش هو مش محتاج اكتر من كده على فكره. لو انا كنت فتحت لكم الامتحان ده وخليته ساعه ونص، تمام، الربع ساعه الزياده دي عايز اقول لك على حاجه، انت نفسك خدوا بالكم الحاجات دي تزعلك انت. انا بتكلم اللي بيذاكر، انا بتكلم دلوقتي الطالب اللي بيذاكر. يعني انا صحيح يا دكتور اسهر واطبق قبل الامتحان بيوم ولا بيومين وفي الاخر يجي طالب ما عملش حاجه ويجي يغش؟ فانا برضو حته الوقت دي كنا برضو بنبقى مش بنقول الوقت قليل، لا، الوقت يا دوب على القد على القد عشان امنع الغش. ده امتحان ام سي كيو، واحد هيقول للتاني اي بي سي دي اي حاجه، وما شاء الله فينا شطار في الكلام ده حتى لو النماذج مختلفه. برضو دي من ضمن العناصر اللي برضو انتوا تبقوا فاهمينها. يعني المهم النهارده ان شاء الله يا اولاد معلش نبدا. يا دكتور، طب ابدا بقى هو المحاضره بقى، المفروض الله يخليك يا عم، خلاص بقى عشان بس مش هنقعد نضيع وقت. خلاص بعد المحاضره على فكره كل اللي عايز يتكلم في اي حاجه تخص الميد ترم او غيره هنتكلم. والله حاضر حاضر، نبدا بس محاضرتنا الله يخليكم. يلا يا اولاد النهارده باذن الله هنتكلم في تشابتر 6، تشابتر الجديد عنوانه ايه يا دكتور؟ استراكشرال اناليسيس، تحليل منشآت. طب يعني ايه كلمه استراكشر؟ يعني منشأ. طب احنا في الاستاتكس ان شاء الله يا اولاد في الشابتر ده هناخد كام نوع من الاستراكشرز دي؟ 2 يا اولاد، في نوع اسمه فريمز والتاني اسمه ايه؟ تراسز. طيب ما علينا، خلينا يا دكتور في الفيرست تايب او النوع الاولاني اللي هو النهارده الفريمز. الفريمز يعني ايه يا دكتور كلمه فريم؟ فريم غير الفريم بتاع الصور والكلام ده كله، لا، الفريم بالنسبه لنا يا اولاد في الاستاتكس عباره عن ايه؟ The frame is a structure consists of a group of bodies. البوديز يا دكتور اللي انت قبل كده في اخر محاضره قبل الميد تيرم سميتهم لنا ممبرز، بالظبط كده، عندك مجموعه ممبرز يا اولاد كونكتد توجذر، يعني متوصلين ببعض، باي يوزنج سموث بينز اور هنجز. يعني ايه يا اولاد؟ اي ستراكشر او اي منشا هيبقى مكون من مجموعه بوديز يا اولاد او مجموعه ممبرز متوصله ببعض ومتربطه بمسامير او بمفصلات، دي باطلق عليها لفظ ايه يا اولاد؟ فريم. فريم، طيب الفريم يا اولاد بيبقى كونتينز على ايه؟ يعني بيحتوي على ايه؟ بيبقى كونتينز ذا تو تايبس اوف ممبرز. يعني دايما يا اولاد في الفريم هتلاقي نوعين الممبرز اللي انا كنت قلت لك عليهم قبل الميد تيرم، اللي هما مين يا دكتور فكرنا؟ المالتي فورس ممبر والتو فورس ممبر. في الغالب يا اولاد هيبقى فيه من ده ومن ده. طب عدد ده قد ايه وعدد ده قد ايه؟ عادي على حسب الديزاين اللي انت عايزه، على حسب انت محتاج الفريم دوت يشيل لك ايه؟ يعني هل هيبقى سقف في مصنع؟ هل هيبقى مثلا هتعمل بيه زي بارتيشنز؟ لا، هعمل بيه مثلا يا اولاد زي مثلا بيزمنت بتاعت كوبري تحت، اللي هي اللي بتشيل الكوبري، اي كوبري بيبقى فيه تحت كده يا اولاد مجموعه اجسام متوصله ببعض ومتربطه ببعض شايله الكوبري وهكذا. طيب بس هو الاكيد ان في النوعين يا اولاد اللي هم مين؟ المالتي فورس والتو فورس ممبر. طب يا دكتور باي ذا واي كده، باي ذا واي ما تفكرنا يا دكتور برضو، احنا بنتكلم في اسبوعين، فكرنا يا دكتور ايه الفرق ما بين المالتي فورس ممبر والتو فورس ممبر؟ افكركم يا اولاد الفرق ما بين المالتي فورس ممبر والتو فورس ممبر في عدد النقط اللي بتاثر فيها الفورسز على الممبر نفسه يا اولاد. لو لقيته ممبر اكتد باي ذا فورسز
at only two points، يعني القوة بتأثر عليه في نقطتين، فهو two force member. طب لو لقيته member الفورسز بتأكت عليه أولاد at more than two points، يعني جسم بتأثر عليه القوة في أكتر من نقطتين، ثلاثة أربعة خمسة كله زي بعضه، يبقى اسمه إيه؟ multi force member. طيب يا أولاد اللي هي النوت أو الملحوظة اللي بالأحمر دي، في أوقات يا أولاد في بعض الاستراكشرز أو في بعض الفريم هلجأ لاستخدام البوليز اللي هي البكر. طب ليه يا دكتور؟ أبدا، ممكن البكرة دي يا أولاد بيعدي عليها كيبل أو حبل في نهايته، بحط بلوك كده أو ويت، بيبقى أنا مثلا زي مثلا يا أولاد الونش اللي بيشيل حاجات من المينا وهكذا، يعني بيشيل مثلا صناديق أو اللي هي الكونتينرز ولا حاجة، فبستخدم اللي هي ايه البولي او البكره. الناس دلوقتي يا اولاد اللي بترفع اللي هي بترفع مثلا العفش والمعدات، بترفعها لبيوت في ادوار عاليه، ما بتستخدم ايه حاجه شبه البولي برضو البكره دي. طب البكره يا اولاد استريتد از ا مالتي فورس ممبر، يعني ان شاء الله لما اجي في اي مساله واجيب لك فيها بكره هتعاملها معامله المالتي فورس ممبر، خلاص مش هتعامل معامله التو فورس ممبر. طب معلش يا دكتور بس سؤال، ليه؟ لان لو انت حللت بعد كده هتلاقي ان عدد النقط اللي بتاثر فيها الفورسز يا اولاد على اي بولي مور ذان 2، اكتر من 2، فبالتالي لا ما اقدرش اعاملها معامله التو فورس ممبر، هي تعامل معامله المالتي فورس ممبر. طيب انا مديكوا يا اولاد اهو في التو فيجرز اللي قدامكم دول، مديكوا اكزامبلز للفريم، يعني الشكل اللي بالازرق اللي ناحيه الشمال ده اهو، ده فريم مكون من كام ممبر يا اولاد؟ ثلاثة. الممبر اللي واخد شكل حرف L اللي هو اسمه AB، والممبر الهوريزونتال يا اولاد اللي هو CD، او لو انت عايز تسميه بالتفصيل هيبقى اسمه CBD، والبولي كمان، البولي ده ممبر ايه؟ ممبر ثالث. اوعى حد فيكم هزعل منه يقول لي يا دكتور طب والبلوك اللي متعلق تحت ده مش ممبر يا اولاد. طب الكيبل؟ لا الكيبل مش ممبر، دي من ضمن الحاجات اللي انا بعتبرها من ضمن اللودز او الاحمال اللي موجوده في المساله، لكنها مش ممبرز. طيب هبتدي انا اسال يا اولاد، واللي هيجاوب طبعا لو قدرته هنبسط جدا، لو ما جاوبتوش انا هجاوب. يلا مين فيكم شاطر يقول لي ايه نوع كل ممبر من الثلاثه اللي انا قلتهم؟ يعني مثلا لو بدات، ايه نوع الممبر اي بي يا اولاد اللي هو واخد شكل حرف ال في رايكم؟ هل ده يصنف ان هو تو فورس ممبر ولا هيصنف ان هو مالتي فورس ممبر؟ الاي بي يا اولاد، الاي بي اللي هو واخد شكل حرف ال، تو فورس ممبر. الله يفتح عليك يا ابني، تو فورس ممبر. طب معلش يا دكتور برضو يعني عيد علينا الكلام تاني، ليه؟ لانه acted by the forces at only two points، at only two points. طيب الممبر سي دي يا اولاد الهوريزونتال اللي يعرف يقول ده يعتبر تو فورس ولا مالتي فورس ممبر؟ مالتي فورس ممبر. الله يفتح عليكم يا اولاد، ليه يا دكتور؟ لانه acted by the forces at more than two points. ممكن تعدهم يا دكتور؟ طبعا اعدهم، هيبقى اول بوينت سي، والبوينت الثانيه بي اللي هي نقطه اتصاله مع الجسم الثاني، طب والبوينت دي اللي هي نقطه اتصاله مع البكره. خلاص يا دكتور، ده معناه ان هو acted by the forces عند ثلاث نقط، يعني اكتر من اثنين، يبقى مالتي فورس ممبر. طب واخر حاجه يا اولاد البولي. خلاص يا دكتور قضي الامر، ما حضرتك قلت البولي هتعامل دايما معاملة المالتي فورس ممبر. خلاص. طيب الشكل التاني يا أولاد، الشكل التاني هو هم على فكرة هقول لكم الممبرز اللي بتكونه، في فيرتيكال ممبر اللي هو الاي اي، وفي ممبر هوريزونتال اللي هو الاي سي، وفي الممبر يا أولاد اللي سندهم في النص اللي هو اسمه بي دي. طيب حضرتك ايه نوع الممبر اي اي اللي هو الفيرتيكال يا أولاد؟ اهو الممبر اي تجاوب انت ولا جاوب انا يا اولاد؟ الممبر اي تو فورس ولا مالتي فورس؟ ها مالتي فورس. برافو عليكم. طب والاي سي؟ مالتي فورس برضه. مالتي فورس. مالتي فورس. طب والبي دي؟ يبقى تو فورس ممبر. تو فورس ممبر. الله يفتح عليكم يا اولاد، الله يفتح عليكم. يبقى تو فورس ممبر. برافو عليكم. طيب هو بس الحاجه يا اولاد اللي انا هفكركم بيها، التو فورس ممبر ده يا اولاد لما كنا بنيجي بعد كده نفصله لوحده كان بيبقى اكتد باي فورسز شكلها ايه؟ والله يا دكتور اي تو فورس ممبر لوحده عشان يبقى ان ايكوليبريم، حضرتك قلت لنا قبل الميد تيرم انه بياخد تو فورسز ايكوال ان ماجنيتيود واوبوزيت ان دايركشن. طب خط عملهم بيبقى ايه؟ الخط الواصل بين النقطتين بتوع التو فورس ممبر ايا كان شكله،
بوصل بين النقطتين بلاين وهمي وحط التو فورسز يا اولاد سواء كومبريشن او تنشن على الخط ده. دي حاجه بس بفكركم بالتو فورس ممبر يعني. طيب the types of reactions in the frame الحته دي مهمه قوي يا اولاد الله يخليكم. على فكره يا اولاد محاضره النهارده اهم جزء فيها بدايتها the types of reactions in the frame ردود الافعال يا اولاد اللي احنا ان شاء الله هنبقى معنيين بحساباتها بحسابها في اي فريم يا اولاد بنقسمها نوعين. في نوع اسمه external reactions والنوع التاني اسمه internal reactions. ايه الفرق يا دكتور ما بين الاثنين؟ اقول لك يا سيدي الفرق ما بين الاثنين. ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ذا اكسترنال رياكشنز. يعني ايه يا اولاد الاكسترنال رياكشنز؟ الاكسترنال رياكشنز دي كلكم عارفينها. لا يا دكتور حضرتك بتتكلم جد. اه والله كل رياكشن يا اولاد جاي من سبورت احنا خدناه قبل كده في تشابتر 5 هو اكسترنال رياكشنز. اكسترنال رياكشن ايه ده يا دكتور؟ يعني الرياكشنز بتاعت الفيكسد سبورت والرياكشنز بتاعت البين كونكشن والرولر والروكر كل السبورتس دي يا اولاد لو اتواجدت في الفريم الرياكشنز بتاعتها بسميها اكسترنال خارجيه خارجيه. اوكي طيب وايه بقى يا دكتور الانترنال رياكشنز؟ هي الرياكشنز يا اولاد اللي هتيجي من الاتصال بين اي تو ممبرز في نفس الفريم. طب معلش يا دكتور حضرتك ليه عند اي نقطه اتصال بين جسمين بتسمي الرياكشن انترنال؟ اقول لكم يا اولاد لان طول ما التو ممبرز دول هما الاثنين متوصلين يا اولاد الانترنال رياكشنز بتبقى هيدن مخفيه. ليه؟ لانها بتخضع لقانون نيوتن الثالث النيوتن ذا ثيرد لو فبيكنسلوا بعض يا اولاد فانت ما بتشوفهمش. الله طب لما هما مخفيين يا دكتور وانا مش هشوفهم امال حضرتك هتطلب مني احسبهم ازاي؟ ما هو يا حبيبي انت عشان تظهرهم اللي هي الانترنال رياكشنز يا اولاد الثانيه دي عشان تظهرهم بتضطر تعمل حاجه اسمها ديس اسامبلنج او سيباريشن بتفصل الممبرز من بعضهم. طب لما هفصل ايه اللي هيحصل؟ هتظهر يا ريس الانترنال رياكشنز هتظهر اه بس هتظهر ازاي؟ هتظهر بشكل على جسم وعكسه على التاني عكسه اه طبعا بنفس القيمه بالمناسبه. ليه بقى؟ لان حضرتك لسه قايل من شويه يا دكتور ان الانترنال رياكشنز بتخضع للايه؟ لنيوتن ذا ثيرد لو فهتقول فور اني اكشنز ريز ا رياكشن ايكوال ان ماجنيتيود اوبوزيت ان دايركشن. المهم يا دكتور معلش عيد تاني بالراحه كده ايه الفرق ما بين الاكسترنال والانترنال رياكشنز؟ الاكسترنال رياكشنز يا اولاد هي الرياكشنز اللي بتبقى موجوده نتيجه وجود اي سبورت من اللي انت خدتهم في تشابتر 5. طب والانترنال رياكشنز معلش يا دكتور مره تاني هي الرياكشنز يا اولاد اللي بتيجي من الاتصال بين اي تو ممبرز في نفس الفريم. يعني لو رجعت لكم يا اولاد معلش للتو فيجرز اللي في اول المحاضره اهو الفريم يا اولاد اللي هو باللون الازرق اللي ناحيه الشمال ايه نوع الرياكشن عند ايه؟ ده سبورت عادي يا دكتور اكسترنال. نوع الرياكشن عند ايه اكسترنال؟ طب ايه نوع الرياكشن عند سي؟ متوصل يا دكتور بسبورت برده عادي جدا يبقى اكسترنال. طب ايه نوع بقى الرياكشن عند بي؟ في رياكشن عند بي يا دكتور؟ اه طبعا طبعا هيجي من اتصال جسمين في نفس الفريم اه يبقى انترنال رياكشن. يبقى نوع الرياكشن عند بي انترنال. طب ايه نوع الرياكشن عند دي يا دكتور اللي هي نقطه سنتر بتاع البولي برضو انترنال؟ لا حضرتك يا دكتور بتهرج عند دي اه والله انترنال. ليه؟ لان نقطه دي نقطه اتصال جسمين في نفس الفريم اللي هم مين؟ الهوريزونتال ممبر اللي هو السي دي والبولي. طيب ايه الفرق يا اولاد بقى هنا في الاكسترنال رياكشنز وفي الانترنال رياكشنز؟ ان حضرتك لو انت درست الفريم كله از وان باكج وما عملتش عملية فصل ما فصلتهمش من بعض اللي هيظهر بس قدامك وتعرف تحسبه هي الاكسترنال فقط. طب والانترنال رياكشنز؟ شكرا انسى يا معلم. ليه بقى؟ ما هي دكتور طول ما هم متوصلين هيبقوا هيدن. طب حضرتك لو جيت في مسألة طلبت مني احسب انترنال رياكشن رد فعل داخلي يبقى بس بقى قضي الامر غصب عننا في الحالة دي you have to make the separation لازم تعمل عملية فصل للممبرز تفكهم من بعض عشان تظهر الانترنال رياكشنز وتعرف تحسبها. طب اللي فهم يا اولاد الرغي اللي انا رغيته ده كله معلش يعني في الشكل اللي ناحيه اليمين مين فيكم شاطر يقول لي الاكسترنال والانترنال رياكشنز هتبقى عند مين ومين يا اولاد؟ يعني مثلا تحت خالص عند البوينت اي
في رايكم ايه نوع الرياكشن، اكسترنال ولا انترنال؟ اكسترنال. طب وعندي ايه فوق؟ اكسترنال. طب وعندي البوينت اللي اسمها دي؟ انترنال. وعند بي انترنال. الله يفتح عليكم يا اولاد. طيب انتوا كده هايلين بصراحه. طيب ايه العنوان اللي حضرتك كاتبه بعد كده دكتور؟ The main cases of the internal reactions. ايه يا دكتور يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي يا اولاد لما يبقى عندي two members وهفكهم عشان اظهر الانترنال رياكشنز بتاعتهم، يا ترى الانترنال رياكشنز دي هيبقى شكلها ايه يا دكتور وعددها كام؟ قال لي ده بيعتمد على نوع التو ممبرز، نوع التو ممبرز اللي متوصلين ببعض واللي انت بتفكهم. يعني على سبيل المثال يا اولاد، اول حاله عندنا لو انا كان عندي يا اولاد كونكشن بتوين تو مالتي فورس ممبرز، يعني مالتي فورس ممبر متوصل مع مالتي فورس ممبر عند البوينت بي، عند البوينت بي. طيب وهما الاثنين كونكتد يا اولاد، ايه نوع الرياكشنز اللي هتظهر عند بي لو هما الاثنين متوصلين؟ ارد انا عنكم ولا تردوا انتوا؟ انترنال. انترنال. ما هو انترنال ما انا عارف، بس ايه نوع الرياكشنز اللي تظهر عند بي وهما متوصلين؟ مفيش حاجه يا دكتور هتظهر. نعم اولا مفيش حاجه هتظهر. امال بقى لو انا قمت عملت سهم كده يا اولاد وقمت فككهم من بعض، حضرتك عملت ايه؟ سيباريشن. يعني هبتدي ارسم يا اولاد الممبر اللي ناحيه الشمال لوحده والممبر اللي ناحيه اليمين لوحده، هتبتدي الرياكشنز اللي ما بينهم اللي هي تظهر بقى. طيب عباره عن ايه يا اولاد؟ تو رياكشنز بي اكس وبي واي على واحد وعكسهم على الثاني. طب واحده واحده علينا يا دكتور، حته الرياكشنز وعكسها دي اعتقد حضرتك وضحتها لانها اكوردنج لنيوتن ذا ثيرد لو، فلازم كل رد فعل يبقى الناحيه الثانيه يبقى عكسه. فلو هنا حضرتك حطيت البي اكس شمال يبقى الناحيه الثانيه البي اكس هتبقى يمين، لو الاولاني البي واي لتحت يبقى الناحيه الثانيه يا اولاد البي واي لفوق. كلام محترم، لكن السؤال الاهم يا اولاد، ليه يا دكتور تو رياكشنز اشمعنى اتنين؟ اقول لكم، لان لو افترضنا يا اولاد المسمار اللي عند بي اللي رابط الجسمين ببعض هو مسمار سموز ناعم، فده هيعمل ايه يا اولاد لما بتربط جسمين ببعض بمسمار؟ انت بتمنع حركتهم بالنسبه لبعض في الاكس وفي الواي، لكن بتسمح بالدوران. يعني هما الجسمين يا اولاد يقدروا يدوروا عاملين زي المقص كده، المقص، لكن ما تقدرش تحرك واحد فيهم بالنسبه للتاني لا في الاكس ولا في الواي. يبقى كما لو كان المسمار اللي عند بي يا اولاد منع حركتين في الاكس وفي الواي، وبناء عليه هحط تو رياكشنز على جسم وعكسهم على التاني. ده في حاله ايه يا دكتور؟ معلش تاني، في حاله لو انت لقيت نقطه اتصال مالتي فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر وجيت تعمل لهم ايه؟ سيباريشن. طب معلش يا اولاد بقى سؤال ريليتد للماثيماتكس، هتكلم رياضه بقى. في وجهه نظركم يا اولاد الرياكشنز اللي عند بي كانونز او كمجاهيل، اتعامل معاهم يا اولاد على انهم تو انونز ولا فور انونز؟ الرياكشنز اللي عند بي لما انا فكيت لما عملت تو عشان الاثنين ايدنتيتي. الله يفتح عليكم، يبقى دول لما هتيجي تعدهم تعدهم على انهم تو انونز مش فور. برافو عليك، زي ما زميلكم فعلا قال سمعته، اي نعم هو خرم لي ودني بس ما جراش حاجه، هو هما الاثنين ايدنتيكال، الاثنين فعلا ايدنتيكال. طيب يبقى دي اول حاله من حالات الانترنال رياكشنز، لما تقابلك وتيجي تعمل سيباريشن مالتي فورس مع مالتي فورس هحط ردين فعل على واحد وعكسهم على الثاني. طب في حاله ثانيه يا دكتور، اللي هي الكونكشن بتوين ايه يا اولاد؟ مالتي فورس ممبر ويز تو فورس ممبر. لو عندي نقطه اتصال مالتي مع تو وجيت بفك هعمل ايه؟ فرجنا يا دكتور اهو في الشكل اللي عمل ايه يا امي. يا اولاد راعوا يا اولاد ان بتبقى في محاضره يا اولاد، اقفلوا المايكات الله يخليكوا، ها اقفلوا المايكات. طيب لو عندي يا اولاد ايه كونكشن بتوين مالتي فورس ممبر وستو فورس ممبر، فين ده يا دكتور؟ تعالوا يا اولاد بصوا كده ناحيه الشمال، الله يخليكم، في الفيجر اللي ناحيه الشمال عندي في ممبر اسمه ايه اللي هو اسمه يا اولاد اي بي سي، او اسف لا اي بي دي، اي بي دي ده مالتي فورس ممبر اكيد من غير ما اناقش بقى، متوصل بايه يا دكتور عند البوينت بي؟ متوصل بتو فورس ممبر اسمه اي بي. طيب حضرتك لو انت ما عملت لهمش سيباريشن
ما فيش اي رياكشنز هتظهر عند نقطه بي. ليه يا دكتور؟ لانها انترنال. طب لو خدنا قرار ان احنا هنعمل سيبريشن يا اولاد، هفصل خلاص حضرتك زي الشاطر، معلش اتعب نفسك وارسم التو فورس ممبر الاول اللي هو الاي بي. طب ليه يا دكتور؟ يا حبيبي ما هو ده تو فورس ممبر، خلاص قضي الامر، لازم تحط عليه تو فورسز ايكوال ان ماجنيتود واوبوزيت ان دايركشن. الراجل هنا فرضهم ايه يا اولاد؟ فرضهم كومبريشن، كتر خيره، اوكي ما عنديش مشكله. المهم يا اولاد عند البوينت بي على التو فورس ممبر انت رسمت ايه؟ رسمت يا دكتور اف اي بي لتحت اهي اللي هي دي. يبقى عند نفس البوينت بي، عند نفس البوينت بي على المالتي فورس ممبر لازم تحط نفس الفورس لكن في عكس الاتجاه. دكتور معلش ممكن تعيد الجمله دي تاني؟ نفس الفورس لكن في عكس الاتجاه. طب ليه يا دكتور؟ according to نيوتن the third law for any action there is a reaction equal in magnitude or opposite in direction. خلاص يبقى اولاد في حاله المالتي فورس مع التو فورس ممبر لما فكيت يا اولاد ظهر لك كام رياكشن او كام انون؟ واحد بيظهر يا دكتور رياكشن واحد او انون واحد. خلاص طيب دي دول اشهر حالتين يا اولاد الانترنت. في حالات تانية ممكن ابقى اقولها في وقتها بس عشان الايه الموضوع يعني ثيوريتيكالي ما يطولش مننا قوي، هي دي بس الايه الحاله اللي انا او الحالتين اللي انا عايزكم تركزوا عليهم. خلاص يبقى حضرتك ممكن تقولهم لنا تاني كده في دقيقه. لو مالتي فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر يا دكتور وجيت تعمل سيبريشن او تفصل تفك، هتحط تو رياكشنز اكس واي على واحد وعكسهم على التاني. طب لو حاله يا دكتور اتصال مالتي فورس ممبر مع تو فورس ممبر وحضرتك خدت قرار ان انت هتعمل سيبريشن، هرسم الاول التو فورس ممبر، احط التو فورسز اللي عليه تنشن او كومبريشن براحتك ولا فارق معايا، وبعدين تروح على الجسم التاني بقى اللي هو على المالتي تحط نفس الفورس لكن في عكس الايه الاتجاه. طب يا اولاد calculating the frame دلوقتي يا اولاد احنا التارجت بتاعنا في الجزء ده ايه؟ تخيلوا ايه الهدف؟ ان انا لما اجيب لك اي فريم يا اولاد عباره عن مجموعه ممبرز متوصلين ببعض، ان انت ازاي تقدر تتعلم تحسب الرياكشنز اللي في الفريم ده سواء كانت اكسترنال او انترنال، مش فارق معايا. طب حلو يا دكتور ولا يهمك، اوكي. طب عشان بقى احسب يا اولاد الرياكشنز في اي فريم سواء كانت اكسترنال او انترنال، وي هاف تو تكنيكس اوف سوليوشن يا اولاد، في طريقتين للحل. ركزوا معايا يا اولاد الله يبارك لكم في الحته دي، لان هي اللي هنبني عليها بقيه المحاضره. الدكتور بيقول ان في تو تكنيكس او في طريقتين للحل. الفيرست تكنيك يا اولاد اللي هو ايه؟ يو كان ستارت وذ ذا اكسترنال فريم وذاوت سيبريشن اوف فور ذا ممبرز. يعني ايه يا اولاد؟ ممكن تشتغل على الفريم الخارجي كله من غير ما تفصل حاجه. طبعا انا سامع ناس فيكم اولاد دلوقتي بترد عليا بتقول لي يا دكتور حسين بس في الحاله دي لو حضرتك ما فصلتش اللي هيبقى ظاهر قدامك بس الاكسترنال رياكشنز. ده حقيقي فعلا. طيب وبعدين حضرتك تقدر تطبق الثلاث معادلات المشهورين اللي هما مين؟ سيجما اف اوف اكس، سيجما اف اوف واي، سيجما مومنتس اباوت بوينت اباوت اني بوينت ايكوال زيرو. حلو كده انت هتحسب مين يا اولاد؟ تقدر تحسب مين؟ الاكسترنال رياكشنز اونلي يا دكتور بس. طب وعشان تحسب الانترنال رياكشنز لازم اظهرها الاول. طب اظهرها ازاي؟ ان انا بعد كده يا اولاد بعد ما ادرس الفريم الخارجي الاول ابتدي اعمل عمليه السيبريشن، افصل كل ممبر لوحده كل جسم لوحده. طب حضرتك لما هتفصل هيظهر لك كل ممبر لوحده؟ وهتظهر لك الانترنال رياكشنز بالظبط كده. هتروح بعد كده تطبق الثلاث معادلات يا اولاد، سيجما اف اوف اكس، سيجما اف اوف واي، سيجما مومنت، على مين؟ على المالتي فورس ممبرز بس. طب والتو فورس ممبر كومبارس. معلش يا دكتور يعني ايه كلمه كومبارس؟ يعني ما بطبقش عليه اي ايكويشن اوف ايكوليبريم. هو موجود يا اولاد موجود وعامل بالانس وليه دور مؤثر، لكن المعادلات عليه يا اولاد انا عارف ان انتوا شطار في الماثيماتكس يقولوا عليها ايه يا اولاد؟ على التو فورس ماثيماتيكالي ساتسفايد، يعني هي متحققه رياضيا لكن ما بعرفش اطلع منها مجاهيل. يبقى لما هتفصل يا اولاد لو عملت سيبريشن هيظهر لك مالتي فورس ممبرز وتو فورس ممبرز. لو حضرتك خدت قرار تطبق معادلات هتطبقها الثلاثه اللي انت عارفهم على اي مالتي فورس ممبر بس، لكن التو فورس ممبر لا للاسف ما بنطبقش عليه اي ايكويشنز اوف ايكوليبريم. طب حضرتك معلش قول كده الفيرست تكنيك تاني. ابدا الاول يا ابني بالاكسترنال فريم
ربنا يكرمك تطلع الاكسترنال رياكشنز، وبعدين يا دكتور معلش ابتدي اعمل عمليه السيبريشن عشان تظهر الانترنال رياكشنز، وبعدين طبق المعادلات الثلاثه على كل المالتي فورس ممبرز اللي عندك. طب السكند تكنيك بقى يا اولاد، الطريقه الثانيه اللي هي بصراحه انا كدكتور حسين ميال ليها يا اولاد، ايه هي؟ على طول جو اهيد يو هاف او يو كان ميك ذا سيبريشن دايركتلي. نعم يا دكتور. اه والله ممكن يا اولاد تبدا المساله على طول تفك الممبرز من بعضها بجد والله يا دكتور، وما تدرسش يا عم الاكسترنال فري ولا ليه لازمه، فك على طول، افصل افصل وبعدين ارسم الفري بادي دياجرام، يعني ارسم شكل الفورس لكل ممبر لوحده، وبعدين طبق الايكويشنز الثلاثه على اي مالتي فورس ممبر يعجبك، لكن التو فورس ممبر لا. يبقى الفيرست تكنيك يا دكتور اللي هو ممكن ادرس فيه الاكسترنال فريم في الاول. اه طب والسكند تكنيك اللي هو على طول تبدا بيه السيبريشن، ان انت تفصلهم على طول من بعض. خلاص يا اولاد. طيب تيجوا بقى نريح شويه يا اولاد، هنحل مسائل. المفروض عايز العب معاكم لعبه، ومش عارف ليه عندي احساس ان انتوا مش هتعرفوا. عارفين الفوازير يا اولاد؟ انا رجعت لكم يا اولاد للسلايد اللي هو الاولاني ده. ظاهر قدامكم يا اولاد التو فيجرز اللي في الاول ولا ظاهر قدامكم ايه؟ ايوه ظاهر. اه تمام تمام. طب الفريم يا اولاد الازرق اللي ناحيه الشمال، لو قلت لكم وات از ذا توتال نمبر اوف انونز، ذا توتال توتال اكسترنال اند انترنال، وات از ذا توتال نمبر اوف انونز اوف انونز ان ذيس فريم، وات از ذا توتال نمبر اوف انونز ان ذيس فريم اللي هو ناحيه الشمال. شباب اعدادي هندسه عين شمس، يلا مين هيعرف يجاوب؟ ستة. خمسة. خمسة. ستة. حد في واحد قال ستة او اتنين قالوا ستة، واحد قال خمسة. خمسة تقريبا. خمسة. صدقوا انتوا واضح ان لا انتوا الجروب بتاعكم ده عيال جامدين والله، برافو عليكم. اللي قال خمسة صح. طب اللي حد من اللي قال خمسة عدهم لي. طيب لو عدتهم صح يبقى برافو عليك. ها قول السي والدي والويت. الويت يا ابني، الويت ده بيبقى جيفن يا ابني، انا بقول لك رياكشنز رياكشنز. يعني انت قلت خمسة غلط اصلا، لكن ما علينا، هو الرقم خمسة يا اولاد. طب حضرتك قول لنا يا دكتور، حضرتك قول لنا ازاي. بصوا كده يا اولاد معلش اهو، خليكم معايا يا اولاد عشان بس اعلمكم ازاي بنعدها. يعني الحصل استنوا كده. انا مش فاتح الوان نوت، ثواني يا اولاد معلش. ام سو سوري والله بجد بجد. خلاص قبلنا. ثواني يا اولاد. انا اللي وقفت الشير يا اولاد. انا عارف ثواني يا اولاد، ادوني بس ادوني ثانيه واحده هكون مع اهو. يا ابني اللي فاتح المايك ده يا ابني وعمال يقلب في ورق ولا يقلب في ايه؟ خلاص هطفي المايك. معلش يا اولاد خليكم معايا ثواني بس، في مشكله عندي في الشير مش عارف ايه هي. ما حدثك يا دكتور. اهو يا اولاد ظهر قدامكم الشكل ده، ظهر قدامكم الشكل اللي انا تمام. ظهر. طيب بصوا يا اولاد،
انا قلت لكم الاجابه الصح ان الانونز كام. حضرتك يا دكتور قلت لنا ان الانونز 5 مش كده؟ طيب حضرتك بتعدهم ازاي بقى؟ بص يا اولاد هنا عند البوينت اي، عند البوينت اي ده بين كونكشن صح، اللي هو بتاع المسمار عقارب الساعه. فلاول وهله انتوا هتعطوا تو رياكشنز اي اكس واي واي، لا مش حقيقي، لا ده تو فورس ممبر. فده كده يا دكتور ده هيبقى فيه رياكشن واحد بس هيبقى اسمه اف اي بي على امتداد الخط اي بي. ليه يا دكتور؟ يا حبيبي لان ده تو فورس ممبر، يبقى ردين الفعل اي اكس واي واي الريزلتنت بتاعتهم هتبقى في اتجاه الخط اي بي، يبقى كده كام انون؟ واحد. طب اجي عند نقطه سي، كلكم هتستعجبوا، ده نفس السبورت اللي عند سي هو هو اللي عند ايه، اه لكن لا المره دي متوصل بايه؟ متوصل بتو فورس بمالتي فورس ممبر اسف. فحط تو رياكشنز عادي خالص سي اكس اند سي واي. يبقى لغايه دلوقتي كام انون يا اولاد؟ 3. 1 2 3. طب اجي عند نقطه دي بقى، دي نقطه اتصال ايه مع ايه؟ تو فورس ممبر اهو، تو فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر صح. فان شاء الله يا دكتور لما هنفصل، لما هنفصل هيظهر ايه؟ رياكشن واحد اللي هو الاف اي بي وعكسه على الجسم الثاني صح. يبقى عند بي في كام انون؟ 1. فطبعا كلكم دلوقتي قاعدين بتقولوا ايه؟ يبقى كده 4. لا يا حبيبي احنا ستيل 3. نعم يا دكتور، اه والله، لان نفس الانون اللي عند بي يا اولاد هو هو نفس الانون اللي عند ايه، فما تعدوش تاني، فما تعدوش تاني خلاص. يبقى لغايه دلوقتي تخيلوا اولاد احنا 3 انونز 3. طب عند نقطه دي بقى، دي نقطه اتصال ايه؟ عند دي يا دكتور مالتي مع مالتي. فلما هتفصل، لما هتفصل هحط ردين فعل وعكسهم، يعني عند نقطه دي يا اولاد هيبقى كام انون؟ 2 انونز. يبقى التوتال نمبر اوف انونز يا دكتور ادي 2 3 4 5، يبقى التوتال نمبر اوف انونز 5 انونز. طب والتوتال نمبر اوف ايكويشنز بقى، يقول لك عشان تعرف عدد المعادلات المتاحه لحضرتك تطبقها في اي مساله، يقول لك عد المالتي فورس ممبرز اللي في المساله واضرب في 3. نعم يا دكتور، لا ما فهمناش، عد المالتي فورس ممبرز اللي عندك في المساله كم واضرب، ولكل واحد انت عندك 3 معادلات. طب خلاص انا عندي الممبر سي دي ادي كده واحد يا دكتور، ادي الممبر سي دي ده اهو ادي ده واحد، وعندي البولي كمان ادي كده 2. يبقى الايكويشنز هتبقى ايكوالز كام يا اولاد؟ 6 ايكويشنز. طب معلش يا دكتور حسين بقى هنا، هل ده كده ماثيماتيكالي اكسبتد؟ جدا، عندي 6 معادلات وخمس مجاهيل. اه حلو، وانا عاوز احسن من كده ايه؟ يبقى المساله دي ماثيماتيكالي تتحل، اه تتحل. انت عارف انت تقلق امتى؟ لو النمبر اوف انونز جريتر ذان، جريتر ذان النمبر اوف ايكويشنز. تمام يا اولاد؟ طيب يا دكتور خلاص، يبقى كده عرفنا ايه حضرتك بتحسبها ازاي. وعلى فكره يا اولاد من المسائل، من المسائل، وخدوا بالكم انا ممكن ما اسالكش في الحاجات دي في امتحان، بس انا يهمني ان انت تبقى فاهم اللعبه بتتلعب ازاي. طول ما انت فاهم الدنيا بالنسبه لك هتبقى اسهل. طب يلا اولاد تعالوا بقى نبدا نحل مسائل، تعالى يا دكتور نبدا نحل مسائل. يلا اولاد يلا اولاد ظهر قدامكم شكل كده. ظاهر هذا، ايوه ظاهر. وايه السؤال؟ لسه ما انا هقول اهو، هقول يلا اولاد. فور ذا فريم، فور ذا فريم شون ان ذا فيجر، فور ذا فريم شون ان ذا فيجر، وي هاف تو ممبرز يا اولاد، وي هاف تو ممبرز، ذا ممبر اي بي اوف لينث 3 meters اند ميكس ان انجل 60 وذ ذا هوريزونتال، اند ذا هوريزونتال ممبر بي سي، ذا هوريزونتال ممبر بي سي of length 4 meter. طب يلا يا اولاد شويه اسئله عامه قبل ما نحل بقى. في الفريم اللي قدامكم ده يا اولاد ايه نوع الممبر اي بي؟ مالتي فورس ولا تو فورس ممبر؟ ايه نوع الممبر اي بي؟ تو فورس. هايلين يا اولاد، برافو عليكم، صح. الممبر اي بي يا دكتور
ده كده هيبقى تو فورس ممبر اهو. ليه ما ينفعش مالتي فورس؟ لانه اكتد باي ذا فورسز ات اونلي تو بوينتس. طالما الفورسز بتاثر عند ايه وعند بي بس، طالما عدد النقط اللي بتاثر فيها الفورسز 2 يبقى ده تو فورس ممبر. طب والممبر بي سي يا ابني ده مالتي فورس ممبر. طب ليه يا دكتور؟ لان عدد النقط اللي بتاثر فيها الفورسز 1 2 3 طالما اكتر من 2 خلاص. طيب what is the type, what is the type of the reactions at each point. واحده واحده علينا يا دكتور. ايه نوع الرياكشن عند ايه يا اولاد؟ اكسترنال ولا انترنال؟ اكسترنال. طب وعند بي؟ انترنال. وعند بي؟ عند سي اكسترنال. الله يفتح عليكم. طيب السؤال الجاي بقى للناس بتوع الامتياز، الناس بتوع الامتياز. What is the total number of unknowns in this problem and also what is the total number of equations available to be applied in this problem. يا دكتور السؤال الكبير المجعلص ده، احنا عايزين سؤال يعني اولاد عدد المجاهيل كلها في المساله اكسترنال وانترنال كام والمعادلات كام؟ ثلاثة والمعادلات أربعة. ها قولوا يا اولاد، حد عنده اجابه؟ ثلاثة المجاهيل، جدع، ثلاث مجاهيل وثلاث معادلات، هو ده الاجابه الصح. ازاي يا دكتور؟ عند البوينت ايه يا اولاد؟ ده بين كونكشن. انا عارف ان في ناس هتمسك في خناقي والله، ده بين كونكشن. مش ده يا دكتور اللي بياخد الاي اكس والاي واي؟ يا حبيبي انت صح والله، ما انا عارف، بس طالما ده تو فورس ممبر خلاص، لا يبقى خلصت، لا مش هينفع. امال بتحط ايه؟ فورس واحده اللي هي الاف اي بي. يبقى كده كام انون؟ عدوا معايا يا اولاد، واحد. طب اجي عند نقطه بي، دي نقطه اتصال ايه؟ تو مع مالتي. لما هنيجي نفصل يا اولاد يعني هحط الاف اي بي دي عند بي في اتجاه وعكسها على التاني، ففي هنا انون واحد بس هو اللي تحت، هو ده والله، فما تعدوش تاني. يعني عند ايه وعند بي يا اولاد نفس الانون. يبقى ستيل لغايه دلوقتي معاك كم مجهول يا ابني؟ واحد يا دكتور. طب عند نقطه سي، لا ده بين كونكشن تاني اهو، هحط يا دكتور تو رياكشنز سي اكس وسي واي. في ناس دلوقتي، انا عارف في ناس قاعده دلوقتي تقول يا عم ايه الدكتور حسين ده هيلخبطنا، مش ده بين كونكشن زي اللي تحت والله يا اولاد، موافق، بس ده تو فورس ممبر وده متوصل بمالتي فورس ممبر. طيب خلاص يا دكتور، زميلكم كان سالني سؤال في اول، هو ايه المطلوب يا دكتور؟ اهو يا ابني السؤال، فايند اول اوف ذا رياكشنز ان ذا فريم كله يا دكتور. انترنال واكسترنال. طيب حضرتك هتحل بانهي طريقه؟ والله انا كنت واضح وصريح معاكم يا اولاد، انا شخصيا دايما ميال للسكند تكنيك. يعني حضرتك هتفصل على طول يلا حضرتك مش هتشتغل على الاكسترنال فريم من بره، لا لا لا، انا هعمل سيباريشن اهو يا اولاد، اهو السوليوشن. الدكتور عايز يطلع الرياكشنز فالحل اهو سوليوشن باي ميكينج سيباريشن for the members. خلاص الدكتور واضح ان هو حسم قراره وهيعمل عمليه السيبريشن على طول بالظبط كده. فهبتدي اعمل ايه يا اولاد؟ هبتدي ارسم كل ممبر لوحده اهو. حاضر تمام يا دكتور، افصل وارسم كل واحد لوحده اهو. حركه ترسمهم ازاي؟ معلش بقى يا اولاد، طبعا اتمنى تكونوا انتوا نقلتوا المساله فوق بابعاد عشان مش هقعد كل شويه اطلع اهو. ادي الممبر الاولاني يا دكتور اهو، اللي هو مين؟ اللي هو البي سي. وادي الممبر الثاني يا اولاد اللي هو مين؟ الاي بي اهو. دكتور هرسم ده لوحده وده لوحده طب حضرتك تفضل لنا ابدا بمين؟ طبعا بالتو فورس ممبر الاول. ليه؟ لان انت متاكد ان الفورسز اللي عليه عباره عن تو فورسز equal in magnitude و opposite in direction، مش كده؟ طيب حضرتك هتحط هنا الفرصة على الاي بي شكلها ايه؟ براحتك يا ابني. يعني ايه براحتك؟ انا اللي يهمني ان هم يبقوا عكس بعض، فرضتهم compression فرضتهم tension اللي انت عايزه اهو. انا عن نفسي هفرضهم كده، ادي الاف اي بي وهنا هيبقى العكس، ادي الاف اي بي. حضرتك يا دكتور فرضتهم compression انا حر. طب معلش يا اولاد سؤال كنت سألته لكم قبل كده بس من باب
ان احنا يعني بنهزر مع بعض. ايه نوع الفورس في الممبر اي بي؟ تنشن ولا كومبريشن يا اولاد؟ ايه نوع الفورس؟ كومبريشن. مش عارف غيره حسب لما اشوف. الله يفتح عليك. حسب لما اشوف حضرتك اللي قول انت حضرتك فرضت انها كومبريشن، لكن هل كلامك صح ولا لا؟ ما اعرفش. امال هعرف ازاي؟ زي ما زميلكم قال بالظبط يا اولاد، نفس حسب لما اشوف. هحل المساله دكتور واشوف الاف اي بي، لو طلعت بوزيتيف يبقى انا فرضي صح وهي فعلا كومبريشن. طب لو طلعت نيجاتيف لا، يبقى فرضنا غلط ويبقى نوع الفرصة هنا هتبقى ايه؟ تنشن. المهم تعالوا نكمل. حضرتك عندي نفس نقطه بي هنا اعمل ايه؟ والله يا ابني روح حقق قانون نيوتن الثالث اللي هو نيوتن ذا ثيرد لو، فور اني اكشن ذير از ا رياكشن ايكوال. اهو حاضر يا دكتور، يا سلام اهو. يبقى لو هنا اف اي بي لتحت هنا هيبقى اف اي بي لفوق. طب لو الانجل دي 60 هي يا دكتور، هتبقى الانجل دي برضه 60 هي. طب وهنا ادي ال 2000. طب وهنا هيبقى عندك في سي اكس وسي واي. الطول ده كام؟ 2 متر والطول ده 2 متر. حضرتك كده خلاص فكيت؟ اه. رسمت كل جسم لوحده؟ تمام. يلا نحل بقى. نحل يعني تطبق الايكويشنز اوف ايكوليبريم على مين؟ على المالتي فورس ممبر اونلي. طب وده ابن الذين اللي ناحيه الشمال ده يا اولاد كومبارس. هو حضرتك يا دكتور عمال تعيد في كلمه، والله يا اولاد ما دي حقيقه والله. ده لا يطبق عليه اي شروط اتزان اللي هو الاي بي ده. طب خلاص. By applying the three equations of equilibrium on the multi-force member BC. اهو على البي سي يا اولاد الدكتور واخد قرار انه هيشتغل على البي سي. هطبق الثلاث معادلات. اه بس قبل كده معلش اتعب معايا، اعمل ريزوليوشن للاف اي بي اهو. فيبقى هنا يا اولاد اف اي بي كوزاين 60. ايه يا عم انت في ايه يا اولاد؟ هو ايه يا اولاد الناس اللي فاتحه المايكات دي؟ انتوا بتهرجوا يا اولاد. ما تراعوا يا اولاد ان في محاضره يا اولاد، يعني اصحوا شويه. فالاف اي بي هنا مع الانجل كوزاين، وهنا هتبقى اف اي بي ساين 60. طب خلاص يا دكتور كده المساله جاهزه، او الممبر بي سي جاهز ان انت تطبق عليه الثلاث معادلات. خلاص يلا احسن معادله ابدا بيها. خلاص انتوا بقيتوا المفروض شطار في الحاجات دي يعني. والله يا دكتور احسن معدل، خد المومنت حوالين البوينت اللي عندها النونز اكتر اللي هي السي. هناخد المومنت اراوند السي اهو. هقول يا اولاد اول معادله سيجما المومنتس اراوند السي ايكوال 0. هيبقى الاف اي بي يا اولاد كوزاين دي هتتكنسل، والسي اكس والسي واي هيتكنسلوا. هيبقى الاف اي بي ساين 60 هتبقى ملتبلايد باي 4. اه والاشاره نيجاتيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا دكتور نيجاتيف؟ لأنها هتروتيت كلوك وايز. طب وال 2000 هتبقى بالبوزيتيف يا أولاد، هيبقى 2000 تايمز 2 بس كده. أه خلاص ده إيكوال 0. يلا يا أولاد حد شاطر معاك كالكوليتر بسرعة يقول لي الـ F A B هتطلع بكام وإشارتها إيه؟ قول 1000 بوزيتيف. 1000 كام؟ نيوتن. هو حسب هو اليونتس كام؟ يا ابني دي ساين 60 مش كوزاين. هتطلع 1154.7 نيوتن. اه اتلخبطت. طلع بوزيتيف، طلع بوزيتيف. لا استنى يا دكتور، استنى ما تكملش. حضرتك بتقول الاف اي بي طلع بوزيتيف. اه يبقى الفرض بتاع حضرتك صح بالظبط كده يا اولاد، ويبقى نوع الفورس في الممبر اي بي كومبريشن فعلا. طب معلش يا دكتور، هو بس سؤال، انا كستيودنت يعني اقول إيه يعني امتى احتاج اقول كومبريشن او تنشن؟ لو انا سالتك لو كان من ضمن السؤال ده يا اولاد قلت لك ايه ستيت او ديترماين ذا تايب اوف ذا فورس ان ذا ممبر اي بي، ساعتها كنت هتحل زي ما انت حليت كده وهتقول ان هي كومبريشن. طب معلش يا دكتور سؤال حضرتك يا دكتور، لو في المساله دي واحد زميلنا تاني فرض الفورس تنشن العكس، كان هيطلع نفس الاجابه دي لكن بالنيجاتيف. نفس الاجابه هي والله يا اولاد لكن بالنيجاتيف، وساعتها كان هيبقى برضو نوع الفورس كومبريشن. طيب المهم انا لغايه دلوقتي يا اولاد على الممبر بي سي طبقت كام معادله؟ واحده، فاضل لك اتنين اهو. المعادله الثانيه يا اولاد سيجما اف اوف اكس اهو
equal 0. هقول يا أولاد اللي ناحية اليمين positive FAB cosine 60 minus CX equal 0. بس كده دكتور. طب ما أنا عندي ال FAB حسبتها مش كده؟ مش أنت معاك ال FAB؟ عوض بيها هتطلع ال CX. طب آخر معادلة سيجما F of Y equal 0. أنا هعتمد يا أولاد إن أنت رسمت ورايا. ها فاللي الفوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف، فيبقى الاف اي بي الاف اي بي ساين 60 بلس السي واي ماينس ال 2000 ايكوال 0. ايه الانون الوحيد في المعادله دي يا اولاد؟ السي واي. او ما انت هتعوض عن الاف اي بي اف اي بي اللي انت حسبتها، هتقدر من هنا تطلع السي واي. الارقام يا اولاد هتلاقوها في السلايدز في المحاضره اللي هرفعها لك. وطبعا لو انت عايز تحسبها دلوقتي ما انت تقدر تحسبها عادي، مفيش مشكله. شفتوا الدنيا سهلة ازاي؟ يبقى ده انت يا دكتور بدأت معانا هنا بفريم سهل خالص. كان فيه كام ممبر؟ 2 ممبرز. طب لما جيت تحل عملت ايه؟ الدكتور اختار السكند تكنيك ان هو يعمل سيباريشن على طول. طيب ايه رأيكم يا اولاد لو جبت لكم نفس المسألة هي هي في الامتحان، نفس المسألة بس هغير في السبورت شوية يا اولاد. يلا يا اولاد عايزكم تفكروا معايا بقى. اهو another problem. عايز حد شاطر يقول لي في الحاله الجديده دي ايه اللي هيتغير يا اولاد؟ اهو ادي الممبر بي سي اهو، وادي الممبر اي بي، بس هغير هنا هخليه متوصل تحت هنا يا اولاد بايه ده؟ فيكسد سبورت. الدكتور شال البن اللي عند ايه وحط فيكسد سبورت، وادي البي وادي ال 2000 نيوتن، وهنا احط رولر عند سي. يلا يا اولاد يلا يا دكتور، مش عارف ابدا بايه والله صدقوا، بس يلا هبدا من الاخر. هبتدي اسئله عامه كده. وات ذا تايب لا معلش المره دي هغير، وات ذا توتال نمبر اوف انونز، وات ذا توتال نمبر اوف انونز ان ذيس بروبلم؟ 3. What is the total number of unknowns in this problem? And what is the total number of equations كمان؟ هو الانون هيبقوا 2. 2. 2. ها في واحد قال 3 والتاني قال 2، ماشي. ها أربعة. ها حد عنده رأي تاني؟ What is the total number of unknowns in this problem? خمسة. طيب ايه رأيكم يا اولاد ان التوتال نمبر اوف انونز هنا هيبقى 6؟ نعم يا دكتور. والله 6. تيجي نعد؟ تعال نعد. بصوا يا حضرات، طالما قلت ان عند ايه فيكسد سبورت، يبقى هنا عند ايه هيبقى عندك اي واي واي اكس ورياكشن مومنت. اوبا، بس استنى يا دكتور، في رياكشن مومنت. الرياكشن مومنت ده يا اولاد على طول يحول لك الاي بي للاسف من تو فورس ممبر، لا هيبقى مالتي فورس ممبر. يا دكتور حسين امال فين كلام ان الممبر اكتد باي ذا فورسز ات تو بوينتس؟ يا حبيبي بس وذاوت مومنت. حضرتك طالما بقى في رياكشن مومنت الممبر اي بي تحول الى مالتي فورس ممبر. طب حاضر اوكي يا دكتور هنكمل معاك. يبقى عندي ايه؟ في 3 انونز اي اكس واي واي ومومنت. طب اجي عند بي بقى، خلاص يا حبيبي الكلام اتغير، دي بقت نقطه اتصال ايه مع ايه؟ مالتي فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر. فلما ان شاء الله تيجي تفك تفصل هتحط هنا ايه؟ تو انونز اللي هما مين؟ بي اكس وبي واي وعكسهم، يبقى 3 و2 هنا عند بي يبقى 5. طب وعند سي هنا هيبقى فيه رياكشن اللي هو سي واي رياكشن واحد، يبقى التوتال نمبر اوف انونز كام؟ 6 انونز. طب والايكويشنز هيبقوا كام؟ والله يا دكتور 6 معادلات برضو. الله، مال حضرتك بتقولها ببساطه وبسلاسه كده ليه؟ ما هو يا حبيبي طالما ده مالتي فورس ممبر اللي هو الاي بي اتحول لمالتي فورس ممبر، والبي سي هو كمان من الاول مالتي فورس ممبر، وتقدر تطبق على كل واحد فيهم 3 معادلات، يبقى التوتال نمبر اوف ايكويشنز 6 ايكويشنز. والحمد لله التوتال نمبر اوف انونز برده كان 6، فطالما ده قد ده المساله تتحل. خلاص يا اولاد، يبقى تخالف مساله زي كده، تغيير البن اللي عند ايه لفيكسد سبورت، قلب المساله راسا على عقب. ليه بقى؟ حول
الممبر اي بي من تو فورس ممبر عادي لمالتي فورس ممبر. طب معلش يا دكتور ممكن حضرتك تقولها تاني بس ليه؟ بسبب وجود الرياكشن مومنت ده. هو ده هو ده. يعني حضرتك لو انت حتى جبت لي المساله عارفين يا اولاد عارفين لو في مساله حتى سبتها بين كونكشن اهو سبت ده بين كونكشن اهو كنت سبت ده بين كونكشن بس انا حطيت رياكشن مومنت من عندي مثلا قلت لك 50 نيوتن متر برضو يحولوا المالتي فورس ممبر. حد فاهم حاجه يا اولاد؟ يعني اي ممبر اي ممبر حتى لو عدد النقط اللي بتاثر فيها الفورسز 2 بس في النص حطيت ابلايد مومنت او رياكشن مومنت لا يتحول الممبر من تو فورس الى مالتي فورس ممبر. المهم خلاص يا دكتور مين شاطر يا اولاد يحل معايا المساله اللي فوق دي الجديده دي؟ لا دكتور بالسكند تكنيك بتاع حضرتك اللي هو بتاع السيبريشن اهو هفصل بس بقى هفصل المساله بشكلها الجديد يا اولاد اهو. طبعا انا بتمنى اولاد كل واحد فيكم بيبقى حاضر المحاضره معاه ورقه وقلم واي رسمه مساله يعني يرسم ورايا اهو. ادي يا دكتور الممبر بي سي وادي الالفين اهي في النص وادي الممبر اي بي ده 3 متر والانجل دي 60. هنا يا دكتور ده فيكسد سبورت فهيبقى فيه اي واي واي اكس وفي كمان رياكشن مومنت. طب اجي عند نقطه بي المره دي يا دكتور بل للاسف بقت نقطه اتصال ايه مع ايه؟ مالتي فورس مع مالتي فورس اللي هي الحاله الاولى يا اولاد. فهضطر اعمل ايه؟ احط تو رياكشنز يا دكتور بي اكس مثلا وبي واي واروح الناحيه الثانيه هنا احط نفس التو رياكشنز لكن في عكس الاتجاه دي شمال يبقى يمين هي البي اكس البي واي هنا لتحت يبقى لفوق. طب وهنا عندي سي والله يا دكتور كان في رولر خلاص يبقى في رد فعل واحد بس اللي هو مين؟ السي واي والمسافه دي طبعا 2 متر ودي 2 متر. طيب ده مالتي فورس ممبر اللي هو البي سي والاي بي كمان مالتي فورس ممبر. اقدر يا دكتور اطبق الثلاث معادلات على اي واحد فيهم؟ طبعا. مين فيكم شاطر يا اولاد؟ يعني من الذكاء ابدا بمين يا اولاد في الاثنين لو انا هبدا ادرس؟ مش المنطق يا اولاد معرفش هتوافقوني ولا لا. بي سي يقول لك ابدا باللي عليه مجاهيل اقل ابدا باللي عليه مجاهيل اقل اللي هو مين؟ البي سي لان عليه كام انون؟ 1 2 3. طب والتاني ده يا دكتور اي بي؟ لا ليه؟ ده التاني ده كارثه عليه 5 مجاهيل يا اولاد متخيلين؟ 5 والله الاي اكس والاي واي والام والبي اكس. لا 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 نبدا يا دكتور بالبي سي اهو. لو بدانا بالممبر بي سي اهو اول معادله سيجما المومنتس اباوت دي ايكوال 0 هيبقى السي واي في 4 ماينس 2000 في 2 ايكوال 0. هقدر اطلع السي واي بكام؟ ب 1000 او السي واي هعمل يا اولاد علامه صح يعني يا دكتور اتحسبت. طب وبعدين من سيجما اف اوف اكس البي اكس هتبقى بزيرو سيجما اف اوف اكس ايكوال 0 البي اكس يا دكتور ما فيش اي هوريزونتال فورسز معاها فهتبقى بزيرو. طب ومن سيجما اف اوف واي اللي لفوق يا اولاد بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف يبقى السي واي بلس البي واي ايكوالز ال 2000. طب مش انت يا ابني طلعت السي واي ب 1000؟ وديها الناحيه الثانيه بالنيجاتيف هقدر اطلع البي واي هي كمان بكام يا اولاد؟ ب 1000 نيوتن. طب حضرتك بعد ما خلصت الممبر اللي هو البي سي ده معلش يا دكتور ارسم لنا كان الممبر اي بي اهو ادي الاي بي والطول ده 3 متر والانجل دي 60. انت دلوقتي يا ابني طلعت ايه؟ طلعت يا دكتور البي اكس ب 0 والبي واي ب 1000 مش كده؟ يا دكتور. طيب طب وهنا؟ هنا كان عندك 3 رياكشنز اللي هم مين؟ الاي اكس والاي واي والرياكشن مومنت. طب نبدا بانهي ايكويشن يا اولاد؟ براحتك كله شغال هنا. لو قلت سيجما اف اوف اكس ايكوال 0 انا شغال يا اولاد على الممبر اي بي دلوقتي ها الممبر اي بي والله يا دكتور من سيجما اف اوف اكس ايكوال 0 هيبقى الرايت ايكوالز الليفت يبقى الاي اكس هتساوي البي اكس هتساوي 0. طب من سيجما اف اوف واي ايكوال 0
اللي فوق ايكوالز اللي تحت، يبقى الاي واي هتبقى ايكوالز البي واي هتساوي الالف نيوتن. طب معلش يا اولاد، مين فيكم شاطر يقول لي اجيب الرياكشن مومنت من انهي معادله؟ لو عايز احسب الرياكشن مومنت ات ايه؟ معادله الكابل، لا معادله سيجما المومنتس بقى، سيجما المومنتس حوالين اي نقطه ولتكن ايه، سيجما المومنتس اباوت ايه ايكوال زيرو. ايه رايكم يا اولاد، مين اللي هيعمل مومنت اباوت الايه في رايكم في المساله دي؟ طبعا الاي اكس والاي واي كانسلت صح. طب والبي اكس اه البي اكس بزيرو وفي مومنت نفسه ده هتعمل له اد باشارته. نعم يا دكتور، المومنت ماله؟ قول تاني كده. هعمل له اد زي ما هو باشارته، انا فرضه ان هو انتي كلوك وايز، فهعمل له اد بالبوزيتيف. هنا يا اولاد هيبقى ايه بقى؟ البي واي، البي واي هي اللي هتعمل مومنت اراوند الايه، حاضر، هتعمل مومنت كلوك وايز. طب يتضرب في مسافه كام اللي هي دي؟ فتبقى 3 كوزين 60، يبقى نيجاتيف 1000 اللي هي البي واي يا اولادها في 3 كوزين 60 بلس الام، كل ده ايكوال 0 بلس الام. يا دكتور ليه الحركه عملت كده ليه يا حبيبي؟ ما هو ده اسمه رياكشن مومنت. فلما تيجي في الايكويشن اوف ذا مومنت حوالين اي نقطه على فكره مش فارق، بتعمل له اد باشارته. فطالما هو انتي كلوك وايز عكس عقارب الساعه، عملت له اد بالبوزيتيف. طب خلاص هنا هطلع الام بكام؟ المومنت يا ولاد هيطلع 1500 نيوتن متر. طب معلش يا دكتور طلعنا تاني، يعني نفس الاكزامبل السهل اللي حضرتك بدات بيه المحاضره، ايه اللي اتغير هنا؟ معلش حركة اديت لنا تغييره فيه، ايه اللي اتغير هنا يا دكتور؟ لما حولت يا اولاد البن سبورت العادي، البن سبورت اللي هو بالمسمار، حولته لفيكسد سبورت، حول لي الممبر اي بي من تو فورس ممبر عادي لمالتي فورس ممبر، وبالتالي عدد الانونز في المساله اتغير. خلاص التعاملات اكنها بقت مساله جديده خلاص. تمام يا اولاد؟ بس هي دي بس الحته الايه المهمه اللي كنت عايز اقوله. اي سؤال يا اولاد في المساله دي؟ لو في حد عنده اي سؤال في المساله دي او حتى في اللي قبلها كمان قولوا. مش ممكن ايه، كلكم فاهمين يعني الدنيا ماشيه كويس دكتور؟ لو لو فاهمين يبقى هيخليها مالتي فورس ممبر برضو. قول تاني كده حبيبي، قول في ويت على الاي بي هيخليها مالتي فورس ممبر لو في ويت. اه طبعا جدع حبيبي، بس لو حطيت الويت عند الاطراف، عند الاطراف اي او بي هيبقى ستيل تو فورس ممبر، خد بالك. لكن لو حطيته تقصد في النص في اي نقطه ما بينهم، مش ده سؤالك؟ اه بالظبط. ما خلاص، ما برافو اهو يا اولاد، اهو اهو لو دي نفس المساله، هي اهي نفس المساله اهي، وادي الاي وادي البي. طبعا لو ده ليه ويت يا اولاد، لو دي ليه ويت خلاص، ما هو عدد النقط ساعتها اللي هتاثر فيها الفورسز كام؟ ادي 1 2 3. في الحاله دي، في الحاله دي اه هيبقى مالتي فورس ممبر. شكرا. اي سؤال يا اولاد؟ لا، او على الاقل ما انا مش هسال انا اسئله. طيب يلا اولاد، for the frame shown in the figure، for the frame shown in the figure we have three. الراجل اللي فتح المايك ده ومشغل هواء او فتح شباك ما اعرفش فيه ايه، اقفلوا اولاد المايكات. ما انا مش ضروري اعمل يعني اعمل ميوت للكل خلاص بقى. المهم for the frame in shown in the figure، هو ايه المطلوب يا دكتور الرئيسي في المساله دي؟ اهو بيقول لك find the reactions، find the reactions at the points a b c and d. عايز يا دكتور، عايز الرياكشنز يا اولاد اللي عند النقط a و b و c و d. هنا
اللي هي مركز السنتر اوف ذا بولي. طيب بيني وبينكم يا اولاد، بيني وبينكم في حاجه غلط في صيغه السؤال. يعني الدكتور حسين هنا حاطط، يعني انا تعمدت يعني اسال حاجه غلط، حاجه زياده ملهاش لازمه. ما اعرفش لو حد فيكم قرى السؤال وقدر يستنتج ايه اللي المفروض يا اولاد ما يطلبش، او ايه اللي غلط في صيغه السؤال يقول لي. السي هو ينفع يا اولاد، ينفع ينفع اطلب نفس الانون مرتين؟ لا معلش يا دكتور قول تاني كده، ينفع اطلب نفس الانون مرتين ازاي؟ يعني حضرتك يا دكتور الممبر بي سي زي ما هنشوف كمان شويه، الممبر بي سي، بي سي اللي هو ده يا اولاد، ده هيكون تو فورس ممبر. اه خلاص ماشي يا دكتور اهلا وسهلا، يعني حصل لنا الرعب، ايه المشكله؟ يبقى نفس الفورس يا اولاد اللي عند سي هتبقى هي هي نفس الفورس اللي عند بي، نفس الانون. فحضرتك مش لوجيك او مش منطقي تطلبه مرتين. فحضرتك هنا يا تطلب الرياكشن عندي بي يا عندي سي، مش الاثنين، لان هو نفس المجهول نفس الفورس. طب معلش يا دكتور تاني، ده بسبب ايه؟ ان ده كده ده هيكون يا اولاد تو فورس ممبر، تو فورس ممبر. طيب يبقى هنا انا في صيغه السؤال ممكن مثلا اطلب ايه؟ عندي سي وخلاص بلاش البي. يلا يا اولاد يلا نلعب اللعبه بتاعتنا. What is the type, what is the type of each member in this frame؟ هسأل يا أولاد واللي يعرف يجاوب يجاوب. What is the type of the member AD؟ What is the type of the member AD؟ كل ده multi force member. Multi force member. طب what is the type of the member BC؟ Two force member. طب what is the type of the pulley؟ البولي multi force member. Multi force. برافو عليكم multi force member. طب اللي جايه دي بقى دي اللي انتوا للاسف لغايه دلوقتي ما ظبطتوهاش. What is the total number of unknowns in this problem؟ What is the total number of unknowns in this problem؟ 3. على فكره معلش يا اولاد ثواني ثواني، هي دي مش من ضمن الانونز بس اقول لكم. لا ثواني بس يا اولاد ثواني، هرجع للسؤال بس اقول لكم. الماس الماس بتاعه البلوك اللي متعلق ده جيفن يا اولاد ب 50 كيلو جرام، ها ودي كده كده مش من ضمن الانونز. هذا ده لود لود او ويت. الماس بتاعه السلندر المتعلقه 50 كيلو جرام، ها ماشي خلاص معلش. يبقى كام الانونز؟ خمسة. فايف انونز. فايف ان. حد عنده راي تاني؟ طيب ها اسمك ايه يا بنتي اللي قالت خمسة؟ مايا. طب تعدهم لنا طيب يا مايا. في اتنين رياكشنز عند ايه؟ برافو عليك، عند الـ A هيبقى فيه AX و AY صح، وفي reaction واحد يعني اللي هو two forces عكس بعض في الـ member. برافو عليك، اللي هو الـ FBC هيظهر عند C لكن مش هيظهر عند B إلا لما فك. طب وعند D؟ في اتنين reactions عكس بعض بس هيظهروا إمتى؟ لما نفك، لما نعمل separation. برافو عليكم. يبقى هنا يا أولاد أدي كده واحد اتنين تلاتة، وفي اتنين هيظهروا عندي دي لما هعمل separation، يبقى 5 unknowns صح كده. يبقى total number of unknowns يا دكتور 5 unknowns. برافو عليك. طب مين شاطر يا أولاد بقى يقول لنا what is the total number of equations available to be used in the problem؟ هنا يا أولاد أقدر 6 equations. الله يبقى عليك 6 يا أولاد. لا 6 يا أولاد وانت سايب ايدك على فكرة. ليه يا دكتور 6 ليه؟ ما يا حبيبي انت عندك كم multi force member في المسألة؟ اتنين، كل واحد بتلاتة. خلاص يا دكتور يبقى ست معادلات، كل مالتي فورس ممبر تقدر تطبق عليه ثلاث معادلات. فطالما عندي الممبر اي دي اللي هو المايل ده، المايل كام يا اولاد؟ هو مالتي فورس ممبر والبكر كمان مالتي فورس ممبر، لو هطبق على كل واحد ثلاثة يبقى انا معايا كام؟ ست معادلات. طيب كل واحد فيكم قاعد يا اولاد معلش يرسم لي بس المساله كده كروكي عشان مش هرجع لها تاني، ها يعني مش هرجع بس للدايمنشنز. هبدا احل يا اولاد. تو فورس ممبر، تو مالتي فورس ممبر، هم ايه معلش تاني؟ ما انت عندك اللي هم الاي دي، الاي دي، الاي دي ده مالتي فورس ممبر، وايه كمان يا دكتور؟ البولي البكر هي كمان برضو مالتي فورس ممبر صح ولا لا؟ فده مالتي فورس ممبر والبولي مالتي فورس ممبر، تقدر لكل مالتي فورس ممبر تطبق الثلاث معادلات اللي انت عارفهم، سيجما اف اوف اكس، سيجما اف اوف واي، سيجما مومنتس. تمام. بس هو دي هو مين ده؟ للبولي مالتي فورس ممبر. تعال عد النقط كلها اللي هتأثر فيها الفورسز على البولي، هتطلع اتنين ولا اكتر؟ لا
لو قلت لك ان هنا في تنشن ادي نقطه دي ادي اول نقطه وهنا كمان في تنشن تاني ادي كده في نقطتين والسنتر اوف ذا بولي السنتر اوف ذا بولي نتيجه اتصالها بالممبر هيبقى في اكشن ورياكشن ده معناه ان عدد النقط عدد النقط اللي بتاثر فيها الفورسز على البولي هيبقى 2 ولا اكتر من 2 لا اكتر خلاص يبقى مالتي فورس ممبر وقلتها لكم في اول المحاضره ان البولي دايما بتبقى تريتد از ا مالتي فورس ممبر البقره تعامل معامله المالتي فورس ممبر يلا اولاد عايزين نحل يلا دكتور نحل اوكي سوليوشن يا اولاد اهو سوليوشن هو البولي ملهاش رياكشنز الايه البولي ملهاش رياكشنز ليها رياكشنز بس انترنال تظهر لما تفصل لما تفك لكن طول ما الفريم متجمع ما بتظهرش حاجه اهو ده اللي هيظهر دلوقتي بقى اهو باي ميكينج اهو باي ميكينج طب دكتور احنا هنحسب التنشن معانا ولا ايوه طبعا اهو ما انت هتشوف اهو باي ميكينج سيباريشن سيباريشن فور اول ممبرز هفصل يا اولاد كل الممبرز اهو يلا وهبدا يا عم الناس اللي بتسال على البولي وادي السنتر بتاعها اللي هو دي وايه كمان يا دكتور اهو انزلوا تحت شويه كده اهو هيبقى في عندكم يا اولاد الممبر اللي هو مين اهو الممبر اللي هو الاي وهنا في النص في البي وهنا تحت يا دكتور في ام سوري لا دي دي دي, دي معلش تحت خالص في الاي طب وهنا كده تعالوا يا اولاد نرسم الممبر اللي هو مين اللي هو اسمه سي بي اهو يلا يا اولاد حضرتك عملت ايه كده يا دكتور رسمت لك فصلت كل ممبر لوحده طب حضرتك تبدا ترسم الفري بادي دايجرام لمين مش هتفرق ابدا باللي انت عايزه بس طبعا بيقول لك كل ما تبدا بالسهل اظرف يعني فانا عن نفسي هبدا بالتو فورس ممبر يلا هنا يا اولاد ده ايه ده ده تو فورس ممبر يا دكتور ده حط له تو فورسز عكس بعض على امتداد الخط بي سي طب افرضهم يا دكتور في رايك ايه ولا تفرق براحتك اقول لك على حاجه مش احنا المره اللي فاتت فرضناهم كومبريشن والله ما زمزعلكوا اهو المره دي اولاد هفرضهم تنشن ادي الاف بي سي وهنا العكس اف بي سي اجي رايح عند نفس البوينت بي اهي اهي نفس البوينت بي احط نفس الفورس لكن في عكس الاتجاه طيب اروح بعد كده لمين للبولي للبكره ليه دكتور هيبقى هنا في تنشن نتيجه الفيرتيكال كيبل اه طب ده هيبقى ايكوالز ايه هيبقى ايكوالز الويت اللي هو كام الماس اللي هي ب 50 في الجي اللي هي 9. هتطلع تقريبا يا اولاد 490 طيب اي بولي يا اولاد اي بولي بتعامل معها في المسائل هي ايديال بولي نعم يا دكتور هي ايه ايديال بولي يعني بكره يا اولاد سموز نعمه فما بتغيرش في قيمه التنشن في طرفين الكيبل بمعنى ان الكيبل الثاني يا دكتور اللي هو اكستندد كده هوريزونتلي هيبقى التنشن فيه ايكوالز التنشن اللي هنا يعني برضه هيطلع 490 طيب نقطه دي بقى دي نقطه اتصال ايه مع ايه نقطة اتصال يا دكتور البولي اللي هي مالتي فورس ممبر مع الممبر اي دي خلاص يبقى نقطة اتصال مالتي مع مالتي يبقى حطي تو رياكشنز دي اكس و دي واي على واحد وعكسهم على التاني اهو يبقى لو فرضت دي كده يبقى دي دي اكس والدي واي لفوق لا هتبقى لتحت هنا دكتور اهي طب فاضل ايه تحت خالص يا دكتور عند نقطة ايه زميلتكم كانت قالت في الاول ده دابين كونكشن عادي احط تو رياكشنز اهو AX و AY دكتور هي المسافات كانت كام هفكركم كده يا اولاد اهي اهو الديستانسز ممكن نعملها برضو بلون مختلف وانتوا برضو تقدروا ترجعوا للسلايد بصوا يا اولاد المسافه دي كام اهي يا اولاد 0.3 والمسافه دي 0.6 طب والمسافه دي يا دكتور دي 1.2 طب بالله عليكم يا اولاد المساله كده قدامكم عايزين ايه عايزين نحل بقى يا دكتور نشتغل بقى شويه ماثيماتكس خلاص يا ابني روح طبق المعادلات سيجما اف اوف اكس سيجما اف اوف واي سيجما مومنتس على اي مالتي فورس ممبر يا قبله يعني الممبر بي سي ده لا يا دكتور لا طب ابدا بمين بالبولي ولا الممبر ده مفيش كلام طبعا ابدا بالبولي ليه شكل المعادلات عليها بيبقى سهل يا اولاد اهو نمبر 1 البولي
لو قلت يا ولاد سيجما اف اوف اكس على البولي ايكوال 0 هقول ايه؟ اليمين اللي هو دي اكس ايكوالز الشمال اللي هو 490، يبقى دي اكس ايكوالز 490 نيوتن. ونفس الكلام يا ولاد سيجما اف اوف واي على البولي اللي فوق يا دكتور اللي فوق ايكوالز اللي تحت، يبقى الدي واي برضو هيساوي الفيرتيكال تنشن اللي هو 490 نيوتن. ده ايه الحلاوه دي يا دكتور؟ يعني خلاص الدي اكس والدي واي طلعوا كده. اه هنا ما بحتاجش يا ولاد في البولي للمعادله الثالثه. اه يا دكتور ما احنا واخدين بالنا فعلا، ده حضرتك كده واضح ان انت خلاص خلصت البولي وبتلمها خلاص ما كملتش. ففي حقيقه الامر يا ولاد في اي مساله فيها بولي احنا ثيوريتيكالي نظريا بنعتبرها مالتي فورس ممبر، فبنعد معادلاتها كام؟ 3، ما هي زيها زي اي مالتي. لكن في حقيقه الامر في الغالب يا اولاد احنا على البولي بنكتفي دايما بمعادلتين، ما بنحتاجش الثالثه. طبعا انا سامع ناس فيكم هترد على تقول يا دكتور حسين خلاص ما فيش مشكله، ما احنا كده كده كان الانونز 5، فانا مش محتاج غير 5 معادلات اصلا، المعادله السادسه ولا يهمك يا دكتور في بيتها، يعني مش ضروري ان احنا يعني مش هتفيدنا بحاجه يعني. طيب معلش يا اولاد بعد ما خلصت البولي طلعت ايه يا دكتور؟ والله يا ابني طلعت الدي اكس طلعت الدي واي، طلعوا بكام؟ طلعوا اولاد 490 و490 اهم. حلو قوي. دلوقتي لو هشتغل على الممبر يا اولاد اللي هو اسمه اي دي اللي هو ده اللي انا هقشره ده، مين فيكم شاطر يقول لي النمبر اوف انونز عليه دلوقتي بقوا كام؟ 3. الله يفتح عليك. اللي هم الاف بي سي والاي اكس والاي واي. خلاص ركزوا يا اولاد، ولو حد فيكم بورقه وقلم كده يكتب لان انا مش هطلع تاني. ها هقول ايه بقى؟ اهو نمبر 2 ده ممبر، الدكتور هيشتغل على الممبر اللي هو اسمه اي بي دي. اول معادله يا اولاد هاخد سيجما المومنتس اباوت الاي. اشمعنى يا دكتور؟ انا حر يا اخي عشان عندها انونز اكتر. طب ركزوا في الارقام، انت عندك في 490 اللي هي دي اكس هوريزونتال وناحيه الشمال، والدي واي يا اولاد فيرتيكال ولتحت. ها والاف بي سي اللي انت مش عارفها، فهو هيبقى الاف بي سي مضروبه في بعد كام؟ 0.6، والمومنت بتاعها بوزيتيف بلس ال 490 الهوريزونتال يا اولاد، 490 الهوريزونتال في كام؟ في 0.9. طب وال 490 الفيرتيكال يا اولاد؟ الفيرتيكال هتبقى نيجاتيف لانها كلوك وايز، ماينس 490 في 1.2. كل الكلام ده ايكوال 0 يا اولاد. مين فيكم شاطر يقول لي الانون الوحيد في المعادله دي ايه؟ استنوا بس عشان ما حدش يفتكر، ممكن الناس دلوقتي تقول لك هو الدكتور جاب الارقام دي منين؟ اهو هطلع تاني للمساله اهي. بصوا يا اولاد اهي، بصوا يا اولاد الاف بي سي، الاف بي سي اللي هي اهي اتضربت في بعد عمودي كام؟ اللي هو ده اللي هو ال 0.6. طب والاشاره بتاعتها بوزيتيف، الاشاره بتاعتها ايه؟ بوزيتيف. طب والدي اكس اللي هي الهوريزونتال او ال 490 اهي هتبقى برضو بوزيتيف، وتتضرب في الطول ده كله اللي هو ال 0.9. طب وال 490 يا اولاد الفيرتيكال؟ لا هتلف كلوك وايز وهتتضرب في بعد اللي هو ال 1.2. طب معلش يا اولاد عشان ما معيش كالكوليتر، ممكن حد يقول لي من المعادله دي الاف بي سي هتطلع كام واشارتها ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو حد فيكم ولاد يحسبها لنا. بوزيتيف، هتطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف يا ولاد؟ اعتقد هتطلع بوزيتيف. بس كام بقى؟ هتطلع بوزيتيف. 245 نيوتن. برافو عليكم. طب معلش يا ولاد الاشاره البوزيتيف معناها ايه؟ معلش. ان احنا فاقدين صح؟ يبقى معناتها ان ده كومبريشن. لا تنشن. انا المره دي خد بالك الله يخليك انا فرضتها في اول المساله تنشن. انا كنت افكرك ولا لا يا اولاد؟ انا المره دي كنت فرضها تنشن والله. اهي هتظهر قدامكم دلوقتي، ظهرت قدامكم ولا لا؟ اهو الممبر ده. ظهرت. انا فرضها تنشن ولا كومبريشن في اول المساله؟ تنشن. خلاص اوكي، طالما تنشن يبقى وطلع بوزيتيف، يبقى اهو the force
in BC is tension. طب يلا دكتور كمل. تاني معادلة هتبقى ايه؟ سيجما F of X equal 0. طبعا يا أولادي الشكل مش قدامكم، أنا عارف والله، بس أنا معتمد إن أنتوا رسمتوا ورايا. فهقول اليمين equals الشمال، يبقى الـ AX equals الـ FBC plus الـ DX اللي 490. ماشي، عوض عندي 245 هتطلع الـ AX، هتطلع 735 نيوتن. حرك معلش قلت ايه؟ اليمين equals الشمال. طيب سيجما F of Y يا ولاد، سيجما F of Y equals 0، اللي فوق equals اللي تحت، يبقى الـ AY equals الـ DY يا ولاد اللي كانت لتحت 490 يا دكتور. المسألة اتحلت؟ اه دكتور. معلش حضرتك في الـ 2 examples اللي شرحتهم لنا النهاردة حضرتك اشتغلت على طول بالتكنيك of separation، ما اشتغلتش على الاكسترنال فريم في الاول؟ لا. طب لو حد فيكم يا اولاد، ولو ان انا يعني انا شايف انها مش فارقه على فكره، تمام، لو حد فيكم حابب هو في اي مساله من اللي احنا حليناهم النهارده يبدا بالاكسترنال فريم، اوكي. طيب واحد فيكم ممكن يسالني سؤال ما تسالش، يعني ما اعرفش ليه ما سالتوش، ايه الفرق ما بين طريقتين الحل يا اولاد؟ يقول لك مثلا لو انت عندك مساله بدات بالاكسترنال فريم في الاول وطبقت الثلاث معادلات ما فكتش يعني، فهتطلع الاكسترنال رياكشنز. عارفين لما هتفك يا اولاد بقى بعد كده الخطوه اللي بعد كده، يقول لك مثلا لو طلع عندك في المساله في تو مالتي فورس ممبرز، تلاقي نفسك بتدرس واحد والتاني بتلاقي الانونز اللي عليه اتعرفت من تلقاء نفسها، مش هتدرسه. لا دكتور عيد تاني، اعمل ايه لو لما هتفك لو طلع لك تو مالتي فورس ممبرز تدرس واحد والتاني تلاقي المجاهيل اللي عليه اتعرفت لوحدها؟ طب ده بسبب ايه؟ ان انت درست الاكسترنال فريم في الاول. طب يا دكتور لو انا في مساله درست الاكسترنال فريم في الاول ولما فكيت طلع لي 3 مالتي فورس ممبرز، تدرس 2 وتلاقي الثالث لازم يفضل لك واحد تلاقي المجاهيل اللي عليه اتعرفت. امال يا دكتور الطريقه بتاعت حضرتك اللي انت بتفضلها؟ لا، لما بتعمل سيبريشن على طول يا اولاد بتدرس كل المالتي فورس ممبرز اللي قدامك كلهم بيبقوا يعني ماست بي يوزد، لازم هيستخدموا وهيستخدموا. فانا عشان ما اطولش عليك يا اولاد، يعني انا طبعا دوري ان انا اقول لك ان في طريقتين، لكن والله انا شايف ان يستحسن ان يعني ايه الطريقه اللي هي السيبريشن على طول بتريح. طيب يبقى حاجه اخيره، طبعا هو ما فيش وقت ان انا احل عليها مساله، لكن هقولها يا اولاد كتمهيد للاسبوع الجاي، اللي هي ايه بقى؟ سبيشال كيس يا اولاد، سبيشال كيس اللي هي ايه بقى؟ connection of multi-force member with multi-force member تاني through a groove. ايه يا دكتور الكلام الغريب ده؟ هو انا قلت لكم اولاد في اول المحاضرة لو عندك multi-force member مع multi-force member عادي اتصال عادي بتحط كام رياكشن لما بتفك؟ والله يا دكتور بحط تو رياكشنز اكس واي وعكسهم. طيب لو انا بقى جبت لك في مساله اهو يا اولاد اهو مالتي فورس ممبر كده مثلا متوصل بمالتي فورس ممبر تاني لكن من خلال مجرى يا اولاد، من خلال ايه؟ من خلال مجرى او جروف. في الحاله دي بتعمل ايه؟ ما بحطش ردين فعل يا اولاد اكس واي، امال بحط ايه؟ رد فعل واحد عمودي على اتجاه الحركة الممكنة. يعني انت لما عملت المجرى دي انت سمحت بالحركة هنا في الاتجاه ده، فلما هتيجي تعمل سيباريشن يا اولاد اهو في الحالة دي يا دكتور لو انا هعمل سيباريشن اهو after سيباريشن على حسب كلامك يا دكتور اهو لو هفصلهم من بعض اهو يبقى ادي الممبر الاولاني اهو وادي التاني، احط رد فعل واحد يا اولاد هسميه مثلا نورمال فورس وهنا هعمل له العكس. تعالوا يا اولاد معلش اسهلها لكم اكتر، تعالوا نرسمها بشكل يعني ايه اهو ادي يا اولاد مالتي فورس ممبر اهو فتحت فيه مجرى كده هوصله بمالتي فورس ممبر تاني اهو ادي مالتي فورس ممبر كونكتد ويز انذر مالتي فورس ممبر لكن من خلال ايه يا اولاد؟ من خلال مجرى. طب خلاص ده دكتور ده مالتي فورس ممبر اه وده كمان مالتي فورس ممبر
طب طول ما هم يا دكتور كونكتد مفيش حاجه هتظهر. يعني ده يا اولاد هنا لو سميت مثلا دي اسمها بي خلاص. لو عملت بقى سيباريشن اهو، ادي الممبر الاولاني اهو دكتور اهو، وادي الممبر الثاني اهو اهو، نقطه الاتصال بتاعتهم اللي هي بي. في الحاله دي احط يا دكتور ردين فعل بي اكس وبي واي؟ لا، لان في وجود المجرى دي يا اولاد سمحت بالحركه في اتجاه ما. خلاص هنا الحركه هوريزونتال اه، يبقى احط يا دكتور بي واي، بي واي رد فعل واحد عمودي على اتجاه، هنا العكس بي واي. يبقى حاله خاصه يا اولاد لو جالك نقطه اتصال مالتي مع مالتي اه، لكن من خلال مجرى لا، ما بتحطش ردين فعل وعكسهم. امال ايه؟ رد فعل واحد يا دكتور وعكسه. طب بيبقى شكله ايه؟ perpendicular to the direction of the motion، عمودي على اتجاه الحركه اللي هي في المساله، او عمودي على المجرى. بس هي دي بس الحاله الخاصه اللي هي ان شاء الله ممكن نبقى نحل عليها مساله. طبعا انا ما رضيتش اقولها في الاول عشان ما يبقاش الموضوع كتير يعني، فقلت اسيبها للاخر. اي سؤال يا اولاد في محاضره النهارده؟ حد عنده اي سؤال؟ لا شكرا. اوكي يا اولاد. طب دكتور معلش قول درجات الميد تيرم هتظهر امتى؟ ممكن على اخر الاسبوع ان شاء الله، على اخر الاسبوع. خلاص ماشي شكرا دكتور. انتوا ظهر لكم درجات مواد تانية؟ لا ما فيش حاجه ظهرت. لا لسه يعني، على بال ما الناس بس اصل هي القصه دلوقتي ان معظم الامتحانات ام سي كيو عشان نصلح، فبنضطر يعني مش عايز ادخلكم في تفاصيل يعني، فهي الموضوع بس مرتبط بمواعيد الكليه. خلاص اوكي ان شاء الله على اخر الاسبوع كده يا اولاد، يمكن بالكتير قوي قوي ممكن يعني لو مش على اخر الاسبوع هيبقى على الجمعه او السبت ان شاء الله يعني. ماشي شكرا دكتور. طب معلش يا دكتور، هو احنا هناخد ورقه الاسئله كمان؟ ورقه الاسئله بس؟ هي الدرجه بس. انت عايزه ورقه الاسئله البابل شيت؟ لا اللي هي كان فيها الكويستشنز نفسها. لا لا ده بنك اسئله يا بنتي. الامتحانات الام سي كيو، الامتحانات الام سي كيو لا، بيبقى في حاجه اسمها بنك اسئله، فالمفروض عشان كده لميناها منكم في الاخر. تمام. بس هتلاقي ناس زمايلك صوروها انا متاكد، ما تقلقيش يعني هتلاقيها متداوله يعني، هو الطبيعي انها ما تطلعش الطبيعي، لكن انا بيتهيالي ممكن تلاقي ناس صورتها وهينزلوها يعني.